رحب المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إساسكو في ختام أعمال الدورة 43 بمقره بالرباط. رحب بمبادرة الرئيس السيسي بإنشاء صندوق تعليم الموهوبين في العالم الإسلامي، مطالبا بالتنسيق والتعاون مع مصر لبلورة النظام القانوني للصندوق وخططه وآليات عمله. ووافق المجلس على تلبية دعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة القادمة للمجلس خلال العام القادم. كما أصدر المجلس العديد من القرارات، أبرزها الترحيب بانضمام لبنان رسميا إلى الإساسكو، مطالبا بتعيين الجهات المختصة المكلفة بالتعاون مع المنظمة.